الوطن كان واسع عندي من والدتي، لان والدتي كانت خياطه. بس بعد ان فتحت محل كبدايه دخلت دوره معهد فيره للخياطه ببغداد شارع السعدون، اخذت بها خبره يعني كامله، خبره القاط وخبره القميص وخبره النسائي، يعني هواي شغلات. الزباين كانوا يجون اكثرهم المعلمين اللي يفصلون، يعني المعلم كان يهتم بهندامه يعني لا أفقى. وبعدها العسكري، لان تعرف انت فتره الثمانينات كلها عسكر، اللي كان يفصل بدله عسكريه ما يفصل لقاط. معظم الضباط يعني اتصور مدير شرطه خالص كان يخيط يمين. الله يرحمه معاون سعدي كان ما يقول ماكو خياط يعجبني غيرك. هسه مثل ما تدري معظم المعامل مال الخياطه واقفه، ماكو دعم حكومي. نعم. بينما سابقا حتى الابره والخيط يطلون اياها. ناهيك عنه المستورد سيطر على السوق. يعني هسه يقول لك انا اخذ قاط جاهز احسن ما اخذ اخيط واظل انتظر وما اعرف ايش. ناهيك عنه اكو ناس تفضل الخياطه باعتبار الخياطه اقوى واجود، يعني القاط الجاهز ما يطول له سنه زمان، بينما الخياط الخياط يطول 10 سنين وما يقول اخ. من هالناحيه اكو ناس لحد الان تخيط قاط، بس اكو ناس يقول لك انا اخذ قاط ب 100,000 احسن ما افصل قاط ب 200,000. قلت لك انا كان قبل عندي محل ب 5 مكاين، وخمس مكان يشتغل الليل ونهار ليل ونهار. يعني بالثمانينات المصريين موجودين بالعراق 5 خياطين وياي وملحق ليل ونهار، بينما هسه اختلف السوق، اختلف الجاهز اثر هواي على السوق، هواي اثر.